اهلا بكم من جديد. امبارح اعلن المعهد القومي للحوكمه والتنميه المستدامه الذراع التدريبي لوزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه عن انه اطلق مجموعته القصصيه للاطفال حوالين اهداف التنميه المستدامه، وكانت بعنوان صلاح وامنيه واهداف التنميه. بكل تاكيد اسمه مهم، لكن الاهم ان احنا نعرف ازاي هنوصل للاطفال دول الكلام عن التنمية المستدامة. 17 هدف التنمية المستدامة بيتكلموا عن القضاء على الجوع، القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، في حاجات كتيرة قوي في أهداف التنمية المستدامة بتكون صعبة بكل تأكيد على الأطفال. شيء مهم إن هم في النهاية نزرع في أطفالنا هذه الأفكار عن أهمية التنمية، عن الشغل، عن الإنتاج، عشان يتعرفوا على مشروعات بلدهم اللي بتتنفذ على أرض الواقع. خلينا نتعرف طبعا على أكتر أو نتعرف أكتر من ضيفتنا الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة في أدب الطفل واللي منورانا. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور. أهلا يا محمد. يا أهلا بحضرتك، بنسعد دايما بوجودك. أنا الأسعد والله، ميرسي جدا للاستضافة وميرسي للاهتمام بالموضوع ده. شكرا، نورانا. طيب احنا في البداية كده عندنا مجموعة قصصية هيتم إصدارها، عايزين نحكي الحكاية. طلعي بقى اللي معاكي واللي جايزة. قلنا صلاح وعرفنا صلاح على صلاح وأمنية وأهداف التنمية. أيوة. يعني أنا الحقيقة دي تجربة أنا سعيدة بها جدا، رغم إن كنت خايفة منها جدا، لأنه أول ما تواصل معايا المعهد وطلب مني أنه أعمل 17 قصة عن أهداف التنمية المستدامة للأطفال، الحقيقة يعني أي حد يسمع عناوين الأهداف أو بتتكلم عن إيه يقول طب إزاي هكلم الأطفال عن مدن ومجتمعات مستدامة مثلا، التدوير، إعادة التدوير، حاجات ممكن تبقى صعبة. بس أنا مؤمنة انه اي حاجه ممكن اكتبها للاطفال، المهم الاسلوب واللغه اللي هتوصل بيها، والاهم ان يبقى فيها نوع من الدهشه، نوع من التفاعل. فمن هنا بدات اول حاجه افكر على ابطال القصص دي. لازم يبقوا بطلين، ولد وبنت، لان المجتمع ولد وبنت، رجل وامراه، شاب وفتاه، فاحنا بنزرع فيهم ان احنا بنكمل بعض، مفيش حد اعلى من حد. طب فازاي صلاح وامنيه؟ صلاح يعني هي بتقول أنا أمنية وعندي أمنية أن يعيش كل الأطفال في سعادة ورفاهية، والطريق لتحقيق هذه الأمنية أن نحقق أهداف التنمية. صلاح بيقول أنا صلاح ومثلي الأعلى البطل الهداف محمد صلاح، وأمنيتي أن يعيش أطفال العالم في سعادة ونجاح، والتحقيق لهذه الأمنية سيكون بتحقيق أهداف التنمية مع صديقتي أمنية. صلاح عنده 10 سنين وأمنية عندها 8 سنين. فبيبدأوا الولد والبنت يعملوا صفحة على وسائل التواصل. هنا أنا لازم برضو أخاطب الطفل بالأسلوب العصري اللي هو عايشه بقى. طبعا. إنه بدل يعني هنا بنقول حلو قوي إن ارتباطنا بالنت، بس ده الارتباط ده ممكن يبقى مفيد. ممكن بدل ما نعمل صداقات عشان نعمل شات في حاجات ممكن مش مفيدة، لا ده احنا ممكن نجمع أولاد وبنات معانا ومن دول تانية أو من بلدنا عشان نعمل حاجات تفيدنا وتفيد مجتمعنا. فعملوا صفحات على الفيسبوك، على الإنستجرام، وسموها صلاح وأمنية وأهداف التنمية، وبدأوا يجمعوا أولاد وبنات وبدأوا يشتغلوا كل قصة على هدف من الأهداف. اصلا مجرد اختيارك صلاح ايقونه يعني واحد من المثل الاعلى للصغيرين. صحيح. ولاد وبنات. صحيح. وللكبار كمان يعني. احنا على فكره النهارده في بدايه الحلقه كنا بنتكلم ان شاذلي كان الصبح بيقول لي انه كان حلم امبارح ان هو كان في حوار مع صلاح، وكنا بنحكي تفاصيله النهارده. فانتي اخترتي شخص الاقرب لقلوب المصريين في الفتره الاخيره، وكمان هداف. احنا بنتكلم عن اهداف طبعا. ده عظيم جدا. انا بس الجزء اللي حضرتك قلتيه في المقدمه اعتقد دي مقدمه ثابته في كل قصه. يعني احنا في كل قصه بنعرف صلاح وامنيه، وبعدين بنبدا نتكلم ايه الهدف اللي هنحققه النهارده وازاي هنحققه. طيب ده عظيم جدا. 10 سنين و8 سنين. هل هو ده السن المناسب لان انا ابدا اتكلم مع الطفل في اهداف التنميه المستدامه؟ هقول لحضرتك مش قبل كده يعني. ممكن قبل كده بحاجات بسيطه. الموضوع يبدو صعب، ولكن لما حضرتك تعرف انه في تفاصيل صغيره جدا ممكن تصنع فرق، وده اللي انا عايزه اقوله للاطفال، ان الاشياء البسيطه ممكن تصنع فرق، انما حته هي دي بقى اللي هتاثر. يعني لما اقول مثلا حضرتك لما تبقي في مكان وخارجه من الغرفه تقفلي النور، اي حد يقول يعني هم الخمس دقائق دول اللي هيفرقوا. طب ما انا راجع تاني. ماما بالظبط. لا يفرقوا، حضرتك والاستاذ محمد وانا والاخوه في الاستوديو، لو كلنا عملنا كده لا هيفرق. لما اقول انه الشنط القماش، وده يعني شيء جميل انه معموله في شنطه قماش مش بلاستيك، صديقه للبيئه، صديقه للبيئه. لما اعرف الاطفال انه في حاجات بسيطه جدا ممكن نعملها تفرق، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي قلناها انه
بقايا الطعام دي ممكن تبقى سماد للأرض. هايل. فإحنا بقايا الطعام اللي مش عايزينها بدل ما نرميها إحنا ممكن نجمعها ونديها لأي جنيني، نقول له لو سمحت ده ممكن ينفع سماد في الأرض. يبقى إحنا كده كمان حافظنا على نظافة البيئة في الوقت نفسه، ساعدنا انه يبقى عندنا سماد طبيعي. يعني هنلاقي حماس من الاطفال انهم ياخدوا خطوه بقى بالزبط. يتفقوا مع اهاليهم بفصل القمامه في البيت، يبقى عندنا بالزبط. مكان للحاجات البلاستيك ومكان للحاجات العضويه، وده موجود في هدف من الاهداف مدن ومجتمعات مستدامه. احنا هنعوز نعدي على كل هدف بالمناسبه، كل قصه كده حضرتك مثلا تمسكيها تكلميني عنها. هو اهم حاجه كمان انه في نهايه كل قصه في انشطه الاطفال هتعملها عشان يقدروا ان هم يتفاعلوا. يعني كل قصه في هنا فهم. هنا تمام في كل قصه في اهداف، بعض الاهداف بنقول الانشطه اللي ممكن الاولاد يعملوها هم بنفسهم عشان يحققوا الهدف ده بقى. وانتوا ايه رايكم في صلاح وامنيه اللي عملوه؟ انتوا هتعملوا ايه؟ هتعملوا زيهم ولا عندكم فكره غيرهم؟ فهنا انا عايزه اشجع الاطفال ان الطفل دايما يحب يبقى فاعل مش متلقي. فكل هدف وراه أنشطة بسيطة جدا ممكن الأطفال يعملوها. يعني مثلا القضاء على الفقر، أنا ممكن بحاجة بسيطة جدا، الحاجات اللي أنا اللعب عندي لعب كتير، ممكن أستغنى عن لعبة أو لعبتين بس ما يبقوش لعب مكسرة طبعا، وأجمعهم مع بعض الملابس وأحاول إن أنا أشوف دور رعاية أو حد محتاج للملابس أو اللعب أتبرع بيهم. لو انا وصديقي وصديقتي وقريبي وقريبتي عملنا كده ممكن نعمل فرق. ده انا كده مش بحقق هدف التنميه المستدامه فقط، ده انا بعلمه الانسانيه، بعلمه الايثار وبعلمه الحب. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد، انه انا اكتشفت، انا اساسا اتعلمت، يعني انا وانا بشتغل ده انا اتعلمت حاجات ما كنتش عارفاها الحقيقه. وانا دايما بقول انا بتعلم من الاطفال، يعني في كل لقاء انا بتعلم من الاطفال. وهقول لحضرتك انه انا لما بنزل الكوره كسفيره الحياه كريمه لشؤون الاطفال بكلمهم في اهداف التنميه المستدامه بشكل بسيط، لاقيهم عارفين وفاهمين يعني ايه بيئه خضراء. فالاهداف دي مش بس جوده الحياه والبيئه الخضراء، لا هي بتحسن العلاقات الانسانيه. يعني في هدف من الاهداف بيتكلم عن العلاقات بيننا وبين بعض، القضاء على التنمر. انه امنيه مره في مره من المرات قالت لاصحابها احنا عايزين النهارده نطلع رحله بس على شرط مش هناخد معانا الموبايلات، هنقعد مع بعض. فاذا انا هنا بدي للطفل انه مش كل حاجه الاجهزه، احنا لو قعدنا مع بعض شفنا بعض اتكلمنا بصينا لوش بعض، في حاجه اسمها زي ما بنقول يعني التواصل الانساني طبعا. ابص لك تبصي لي، تبقي شايفه انا زعلانه فرحانه قلقانه، كل الحاجات دي كل المعاني دي موجوده. فهي مش أهداف بس للتنمية، هي تنمية الوعي وتنمية الحس الإنساني وتنمية الروح اللي عندها عطاء. فده كمان اللي أسعدني وأنا بشتغل، إن هي منظومة متكاملة زي مشروع تنمية الأسرة المصرية اللي أطلقه فخامة الرئيس. على فكرة كان في 28 فبراير 2022، وإحنا امبارح كنا 28 فبراير 2023 بنطلق للأطفال مجموعة أهداف التنمية المستدامة. فده كان لطيف جدا. يعني كنت بنتكلم عن ان قد ايه الاطفال حضرتك احتكيتي بيهم ولقيتيهم فاهمين. لما كنت بقول مجازا لشاذلي دلوقتي ان احنا ده ممكن يبقى خطوه لفصل القمامه مثلا في بالزبط. البيت والولاد بيعملوها ده، انا ما بقولهاش من عندي على فكره، ده بنتي عندها 7 سنين هي اللي كانت قالت لي القصه دي، يعني هي اللي لفتت نظري للقصه دي. فحضرتك كتاباتك بقى جت من خلال افكار خدتيها منهم، يعني هم قالوا لك حاجه وحضرتك سعيتي ودورتي وبحثتي وبلورتيها بقى بشكل يقدم للباقي وبتنشري الفكره بالزبط. ولا كل الافكار خدنا بس الاهداف بتاعه التنميه المستدامه وحاولنا نبسطها ونقربها لهم؟ لا، انا بقعد مع الاطفال كتير فبشوف هم بيفكروا ازاي، وبقول لهم طب احنا لو عايزين مثلا نحسن المكان اللي احنا عايشين فيه نعمل ايه؟ طب نزرع شجره، طب لو عملنا كده مبادره نسميها ايه؟ ازرع شجره تحصد صحه. اوكي. وممكن نكتب مثلا قصة نسميها أو نعمل مسابقة اسمها صديقاتي الخضراء. فالأطفال بتتشجع، وده موجود هنا، يعني ده موجود إنه صلاح وأمنية مع أصدقائهم عملوا مبادرة اسمها ازرع شجرة تحصد صحة، وبدأوا يتنقلوا في الحي بتاعهم ويشوفوا الشارع اللي ما فيهوش شجرة ممكن نعمل إيه عشان نزرع فيه شجرة، إيه الإجراءات اللي ممكن ناخدها. يعني أنا عايزة الطفل يحس إن دي بلده، المستقبل بتاعهم.
طول ما هو شغال بايده، طول ما هو بيراعي بايده، طول ما هو حاسس انها حاجته وهيحافظ عليها. فلازم يحس ان هو من دلوقتي انت بتعمل لنفسك لبكره. وانا مؤمنه انه بلاش ندي الانطباع السلبي للاطفال. انا هقول لحضرتك على قصه انا قريتها الحقيقه فادتني جدا يا استاذ محمد. حصلت في جامعه من جامعات كاليفورنيا انه بدات المحاضره وفي طالب دخل متاخر فلقى مسائل مكتوبه على السبوره فنقلها وخلصت المحاضره وروح البيت يوم اثنين رايح للاستاذ واداله حل المسائل. فقال له انت حليتها؟ قال له اه. المسائل دي كان هو كاتبها وبيقول انه هذه المسائل صعبه جدا ما حدش عرف يحلها. هو لو كان سمع الكلمتين دول ما كانش حاول يحلهم. بس هو لانه ما سمعهمش حاول وعرف يحلهم. فبلاش نقول ايه مش هيفهموا، دول صغيرين مالهم بقى هما ومال الكلام ده، لا. الطفل لما حضرتك بتقولي قدامه الكلام ده على فكره يعني هو نفسه بيجي له طاقه سلبيه فما بيحاولش. صحيح. لكن انا طول الوقت بدي طاقه ايجابيه. لانتوا تعرفوا، لانتوا حاولوا، ولو ما عرفناش المره دي ممكن نحاول تاني. بيفهموا وبيعرفوا كل حاجه، بس الفكره في تبسيط المعلومه. ما نستخدمش المصطلحات الكبيره اللي ممكن تكون صعبه عليهم جدا في سنهم ده ان هم يفهموها. عشان كده واحنا بنتكلم دايما عن الكتابه للطفل، فمش اي حد يكتب للطفل. ده حقيقي، ده حقيقي. اللي بيكتب للطفل اول لازم يبقى، انا يعني شايفه انه دايما يبقى في علاقه انسانيه مع الطفل. شو بيفكر ازاي، ايه مشاكله، ازاي اقدر ادخله معلومه او ادخله سلوك بشكل ما يحسش ان انا بقتحمه او بفرضه عليه او بقول له افعل ولا تفعل. انت اول حاجه بتخلي الطفل ينفصل تماما عن اي حاجه. هل بيحتاج دراسه طيب لقدراته العقليه للاستيعاب؟ يعني حضرتك انا بقعد مع الاطفال وبقدر بستشف من الحوار كل واحد ايه قدراته او كل واحد ايه اهتماماته وايه المدخل اللي ممكن ادخله منه. عشان كده اختيار صلاح وامنيه، ان الاولاد كلها بتحب صلاح وبتحب الكوره وبتحب انها تبقى بطل وهو مثل اعلى ليهم. فانت كل ما بتحقق هدف، صلاح بيحقق هدف في الكوره ورفع اسم مصر، انت بقى حقق الهدف دي وبرضه هترفع اسم مصر. يعني مدخل رائع ومبهر وشددني انا شخصيا يعني. والله انا سعيده بالمجموعه والحقيقه يعني بشكر وزاره التخطيط انها اساسا فكرت في الاطفال. يعني انا شايفه دلوقتي الحمد لله، وده شيء على المستوى الشخصي انا حاسه بسعاده انه كل مؤسسات الدوله دلوقتي مهتمه بالاطفال. يعني حياه كريمه معنيه بالبنيه التحتيه وتحسين مستوى المعيشه في الكره، ولكن مهتمه بالاطفال. نطلع الاطفال في الاماكن النائيه. التكامل اللي موجود بين المؤسسات المختلفه. المجلس القومي للمراه اشتغلت معاهم على مبادره تثقيف مالي مثلا للاطفال برضو. فده شيء جميل انه كل المؤسسات يعني بما فيهم وزاره التخطيط، معهد الحوكمه والتنميه المستدامه، برعايه المجموعه دي كانت بالتعاون مع معهد هانز زايدل، مؤسسه هانز زايدل الالمانيه. فانه كل هذه يعني المؤسسات تتكافل عشان تطلع مجموعه تنميه مستدامه للاطفال، ده شيء يعني الحقيقه رائع جدا. طب احنا عايزين نضرب مثال كمان لهدف من اهداف التنميه المستدامه كان صعب في صياغته للطفل. اللي هو مدن ومجتمعات مستدامه ده. فانا فكرت طب ازاي اوصله للاطفال، فعملت ان هم راحوا رحله لمصنع تدوير الورق. اوكي. عشان يشوفوا الورق ده ازاي بنعمل له اعاده تدوير. وبداوا ينشروا ان ممكن اي حاجه في البيت احنا ممكن نستخدمها ونعملها اعاده تدوير، وعملوا مسابقه. اللي خد ازازه الميه وبعد ما خلصت حملها مقلمه، اللي اخذ مثلا علبه فاضيه كانت بتاعه مناديل ورقيه وزوقها وحط فيها مثلا حاجات بسيطه في البيت ممكن تضيع بس احنا جمعناها. بعد كده بداوا يفكروا بشكل اوسع. فبداوا زي ما كنا بنتكلم انه يعني بداوا يتنقلوا ما بين العمارات اللي في الحي ويقولوا يا جماعه احنا عايزين نعمل في الشارع بتاعنا صناديق للقمامه نلونها بالوان مختلفه، اللون الازرق للورق، اللون الاخضر للحاجات البلاستيك، اللون الاحمر لبقايا الطعام، عشان نقدر نسهل على الناس اللي هتجمع القمامه انها تعمل تدوير، اعاده تدوير لكل الاشياء دي. برضو الحفاظ على الميه. من ضمن الحاجات عملت مثلا امنيه بتعمل كوبايه عصير. تمام. فطلعت تلج، فحط التلج في الكوبايه فاض مكعبين. اي حد يقول لك ايه ارميهم. لا هي فكرت خلاص مش هحطهم في الثلاجه ثاني يعني. لا هي فكرت ان هي زرعه في البلكونه مثلا نعناع. أوكي. فحطتهم في الانيه بتاعت الزرع، فاستفادت منهم وفي الوقت نفسه ما هدرتش الميه
وفي الوقت نفسه افادت النبات. احنا بنتكلم في الاستخدام الامثل لكل حاجه وان احنا مش هن في حاجات بسيطه جدا يعني اي حد ممكن يعملها، اي حد ممكن يعمل الكلام ده. هي بس زاويه التفكير. هي زاويه التفكير. مثلا وحدات الاضاءه المؤثره، حاجات بسيطه جدا ممكن لو الاطفال تعودت عليها من وهي صغيره هتكبر معاها، وهتبقى حاسه مثلا على البحر مثلا ما نرميش اي كيس بلاستيك لان ده بيعمل احتباس حراري وبعدين بيضر الكائنات البحريه، فبداوا يفكروا ان هم يعملوا فرقه انقاذ الشاطئ. جمعوا كل الولاد اللي بيصيفوا وقالوا كل واحد فينا النهارده هيبقى هو القائد واحنا معاه. بعد ما المصيفين طول اليوم خلص احنا نجمع الحاجات ديت ونحطها في باسكت او في يعني في سله قيامه. ايا كان الحاويه اللي هتحط فيها. لدرجه ان حتى اللي بيجمعوا القواقع يعملوا منها حلي وبتاع قالوا لا نحافظ على اي كائن بحري حتى ولو القواقع، بلاش ان احنا نجيبها عشان نعمل منها اشكال فنيه او حاجات زي كده. حاجات صغيره جدا بس الاطفال ممكن تتحمس وتعملها. طبعا كانوا دايما يقولوا لنا وانتم بتحكوا قصص للاطفال اديهم نهايات مفتوحه، خليه هو يتوقع النهايه. أيوة. ولو في مثلا سلوك البطل بتاع القصه او الحدوته بتاعت قبل النوم. أيوة. كان سلوكه مش كويس تساله لو انت مكانه كنت اتصرفت ازاي وكنت عملت ايه. فانا عجبني قوي فكره ان احنا فاتحين في اخر كل قصه المجال للاطفال بحيث ان هم يفكروا طب احنا ممكن نعمل ايه كمان. بالظبط. انت ايه رايك في اللي عمله صلاح وامنيه؟ طب انت تقدر تضيف عليه ايه؟ هل انت فكرت مره انك تعمل حاجه زي اللي عملوها؟ طب ايه اللي ممكن انت تعمله ويبقى فكره مبتكره زي افكارهم؟ انت بتحطيه في مكان البطل. طبعا. وبتدي له حماس ان هو شخصيا البطل. بالظبط. ده لازم الطفل لازم يحس ان هو بطل. هنا هتلاقي طاقه غير عاديه وحماس غير عادي انه يعمل اي حاجه. فالحقيقه انا سعيده جدا، ويعني الحقيقه عايزه اشكر الدكتوره شريفه شريف المدير التنفيذي لمعهد الحوكمه والتنميه المستدامه، والدكتوره حنان رزق مدير معهد التنميه الافريقي برضو، لانه مدير مركز التنميه الافريقي، لانه الحقيقه كلهم تكاتفوا. طبعا مؤسسه هانز زايد يعني العظيمه اللي ما يعني ما بخلتش خالص على اي حاجه او اي تفصيله انه الاطفال يعني نعمل لها هذه المجموعه. امبارح وزعنا على كان معانا 150 طفل من مدارس مختلفه في مكتبه اسكندريه، واتوزعت عليهم الشنط دي، وفي المكتبه في نسخ للي يحب يقرا. بس انا نفسي او انا بطمح انه يعني المجموعه دي تبقى في المدارس عندنا. اتمنى. ده سؤالي والله، كنت لسه هسال. يبقى في مسابقه ما بين المدارس انها تبقى موجوده في المدارس. مسابقه بين المدارس استاذ محمد انه مين اكتر مدرسه قدرت تنفذ اهداف التنميه المستدامه. هايل. طيب عظيم جدا. من ضمن الاهداف الصحه الجيده. واعتقد ان ده مهم جدا احنا نتكلم على الاطفال في السن ده في الصحه الجيده. ليه؟ لان هم دايما بيروحوا للجانك فود والحاجات اللي بره والحاجات السريعه والمقليات والحاجات اللي احنا دايما الدكاتره بيحذروا من خطوره هذه الحاجه، لكن هي في النهايه طعمها حلو برضو احنا مش فازاي بقى بنتعامل مع حاجه زي دي؟ انا اول حاجه قلنا بالنسبه للصحه الجيده انه دلوقتي احنا لو رايحين مشوار او المدرسه قريبه نروح نمشي ولا لازم نركب حاجه؟ طيب لو المدرسه بعيده شويه نركب عجله ولا نركب مثلا اتوبيس او نركب عربيه؟ انه افضل لصحتنا؟ فايه الرياضه البسيطه جدا اللي مش مكلفه واللي مش محتاجه اشتراك في نادي بمصاريف كتيره ولا ملابس معينه؟ المشي. طبعا. طيب المشي ده في حد ذاته رياضه، بس في الوقت نفسه او الدراجه هتخلي البيئه نظيفه، مفيش عوادم سيارات. اتنقلنا بقى للاكلات زي ما الاستاذ محمد بيقول، فامنيه بدات تفكر وعملت مبادره اسمها اكلات صحيه وصفات صحيه من امنيه. بدات تفكر مع ماما في البيت ازاي تعمل وصفات صحيه لاصحابها، وتقول لهم اللي عنده وصفه كمان يقولها. وفي الاخر هنجمع الوصفات دي كلها وهنعمل صفحه وصفات صحيه من اصدقاء صلاح وامنيه، وهنجتمع كلنا وكل واحد هيعمل الوصفه بتاعته ونتبادل الطعام. فهنا خلت الاطفال يعرفوا ازاي صحتنا مهمه، وازاي انه احنا نحافظ على صحتنا ان احنا ناكل الحاجات المفيده. وعملت بوند وعملت علاقات بينها وبين الاخرين ما دام هنتبادل الطعام ونقعد. وصلاح شارك كمان، ما هو لازم هو كمان يشارك. مش ياكل بس يعني. الفكره هايله جدا. مكتوبه فقط باللغه العربيه يعني؟ الاطفال القارئين باللغه العربيه بس اللي هيقدروا يتابعوها. الاطفال اللي يعني الناطقين باللغه العربيه، وفي كمان اطفال في افريقيا الدول الناطقه باللغه العربيه هتروح لهم المجموعه دي. هايل هايل. بلغه بسيطه
سهلة إن الأطفال تقراها وتفهمها وتتفاعل معاها. مين هيقدر يقراها لغاية عمر كام؟ والله لحد عمر الكبار يعني. أزعم إن أنا بقول لحضرتك أنا اتعلمت من حاجات ما أعرفهاش، ففي أهداف يعني ما حدش يتصور إنها موجودة، ولكن مثلا عدم التمييز ما بين الفتاة والفتى. هايل. إزاي نعمل علاقات إنسانية صحية مع أصدقاء من دول أخرى على وسائل التواصل؟ أنا أعتقد إن الغلاف كفيل لرفض فكرة التمييز، يعني هم الاتنين مع بعض بيتشاركوا الغلاف حتى بنفس المقاس نفس كل حاجة وفي نفس المقدمة. أمنية بشرتها لونها غير صلاح. فإحنا هنا حتى في الرسم أو في رسائل في رسائل على طول إنه إحنا واحد، كلنا واحد، فدي مهمة جداً. احنا سعداء وفخورين، وانا مهتمه جدا بالمجموعه القصصيه اللي في ايد حضرتك. نورتينا وشرفتينا. شكرا. وسعداء باللي قدمتيه. والله انا الاسعد، وانا الحقيقه يعني سعيده، وارجو اكون قدرت اقدم حاجه مفيده للاطفال، لان هم دول بكره، هم دول المستقبل.